جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الحميد أحمد عبد الحميد من سلطنة عمان بعث يسأل ويقول: قرأت كثيرا عن قصر الصلاة وعن المسافة التي تبيح للرجل أن يقصر الصلاة أو للمرأة، لكني احترت بأي قول آخذ، وجهوني إلى القول الصحيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. نعم. يقول: قرأت كثيرا عن قصر الصلاة وحينئذ أخذت من الحيرة بأي قول آخذ، وجهوني إلى القول الصحيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. قصر الصلاة رخصة في السفر، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة المضطردة أنه ما ترك القصر في سفر من أسفاره، بل كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة من حين يخرج إلى أن يرجع من سفره. فقصر الصلاة رخصة في السفر، ولكن لا بد من تحقق السفر، وذلك ببلوغ المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وهي يومان قاصدان للراحلة، وهي بالكيلوات المعروفة الآن 80 كيلو تقريبا، يعني ما يبلغ مرحلتين، كل مرحلة 40 كيلو، فيكون مجموع المرحلتين 80 كيلو تقريبا. فإذا كانت المسافة تمتد إلى هذا المقدار شرع قصر الصلاة، وإن كانت المسافة دون هذا المقدار فإنها لا تقصر الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. اشترط صلى الله عليه وسلم المحرم للسفر الذي يبلغ يومين، فدل على أن ما بلغ اليومين يسمى سفرا لا بد من اتخاذ المحرم فيه للمرأة. نعم.